السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع فيديو جديد. ان شاء الله عندنا هنا جهاز ايفون 6S. التليفون طبعا حالته مشاكل هنا في البادي بتاعه، خبطات، تكسير، الفريم بتاعه مكسور في الجزء ده، زراير شوية مش شغالة محتاجة تنظيف. الجهاز عموما محتاج إعادة تجديد، هنجدده. لما هنجدد الجهاز ده إن شاء الله وضعه بيتغير خالص. طب القطع اللي احنا هنحتاجها عشان نقدر نجدد الجهاز ده، طبعا لو في شاشة مكسورة ومحتاجة إنها تتغير بنغيرها، لو في مثلا قطع صغيرة داخلية مثلا زي البصمة، زي الكاميرا، فلاش، السبيكر مثلا، السماعات، مكان السوكت هنا اللي بيخش فيه الشاحن، سوكت الايوكس مثلا، جهاز محتاج تنظيف برضو. الحاجات دي طبعا بنقدر نغيرها قطع قطع. احنا دلوقتي عشان نغير البادي الخلفي ده كله لازم الجهاز كله يتفك. الشاشة ليها قطع خاصة بيها مش هنفكها، لان احنا اوريدي شاشة سليمة كان تم تغييرها قبل كده، فمش هنحتاج ان احنا نغيرها، حالتها كويس. البادي طبعا هيتغير. انت عشان تغير البادي ده، ان واحد طاح منه الجهاز، اتخبط، اتكسر، اتجرح، بقى شكله مش كويس، عايز يغير لونه، تقدر تعمل ده بمنتهى السهوله معانا خطوه بخطوه. القطع اللي هتحتاجها طبعا بتروح تشتري كفر جديد او غلاف خلفي جديد، بيجي طبعا بالشكل ده مع القطع بتاعته زي ما انتم شايفين كده اهو، قطعه ومع الاستيكر عشان لزق البطاريه، ومجموعة اكسسوارز اللي هي مكان السيم كارد، الشريحة، ده بيبقى شكله كده. قطع الغيار حسب بقى كل دولة وحسب كل مكان السعر بيختلف من مكان لمكان، تقدر انت تدور عليه في اماكن المحلات بيع قطع الغيار الجوالات او الهاتف في اي دولة عندك، تقدر تسأل عليه وبيبقى سعره يعني زهيد جدا مقارنة بانك انت تجدد جهازك، يعني تدفع الثمن البسيط ده يبقى جهازك كانه شكله جديد. طبعا الجهاز زي ما انتم شايفين، الكفر زي ما انتم شايفين، طبعا ببحث فيه الاول وببص فيه كويس قبل ما اشتريه، اتاكد ان برضو عشان دي مشاكل واجهتني قبل كده، اماكن الفتحات او الاخرام اللي هنا اللي موجوده ديت المسامير بتاعتها موجوده كويس، لان في ساعات اشتريت قبل كده كفر زي ده وكان في منه فتحة من الفتحات كانت الخاصة بإخراج وإدخال الشريحة، طبعا مشكلة ما كانتش فيها الخرم بتاعها كألاوز بحيث المسمار يلقم فيها لما أجي أربط. فاضطريت طبعا بعد ما ركبت الجهاز كله اكتشفت النقطة دي في الآخر. فنصيحة دايما إيه، ابحث الأول وبص كويس في الكفر او في اي قطعه عموما انت بتشتريها ان هي سليمه وما فيهاش اي عيوب وما فيهاش اي مشاكل تصنيع، دي اول نقطه يعني تخلي بالك منها. بعد كده ان شاء الله نقدر بقى نبدا في فك الجهاز. طبعا اول حاجه لازم تخلي بالك منها الادوات اللي انت بتستخدمها، تحاول تجيب اداه كويسه يعني محترمه، ما تسترخصش قوي في الادوات اللي انت بتستخدمها، بالذات لو انت ناوي تتخصص شويه في المينتيننس وعمليه التجديد او الاصلاح او الاصلاحات او المجال ده عموما، لان هو ده استثمارك. انت لما هتشتري مفك زي ده، ميزه المفك الغالي من المفك الرخيص بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه الماتيريال بتاعته، الخامة بتاعته تصنيعه كويس ولا لا، والقطع الرؤوس المفكات اللي موجودة زي ما انتم شايفين كده، بيجي طقم بيبقى فيه كذا راس، الصليبة والهيليكس اللي هو النجمة او المسدس وبجميع مقاساته وانواعه. غالبا الحاجات دي بتبقى متصنعة ان هي تنفع اي تليفون دلوقتي حاليا موجود، يعني الطقم ده هينفع لاي تليفون موجود ما عدا الابل، بالذات في الحاجات الحديثه زي ساعه الابل، الابل ووتش ليها مسمار مخصوص وليه مفك مخصوص مع يعني جديد، نزل جديد مخترعينه جديد، ليه لازم ليه مفك مخصوص. لكن اغلب الجوالات التليفونات
اي اجهزة الكترونية مش هيطلعوا برا المجموعة دي. دي مجموعة انا كنت اشتريتها وبصراحة ممتازة، ممتازة جدا، وفيها كل ما يكفي وفيها الغرض. طبعا هنا في قطعة مغناطيس بتمسك الراس دي بحيث انت لما تيجي تركب المسمار ما ياخدش وقت وجهد معاك، لان المسمار صغير جدا ومسامير الجهاز كتيرة، كل مسمار ليه مقاس وطول وقطر. فهنوريكم برضو ازاي انت تقدر تنظم شغلك بحيث يبقى بشكل كويس وتقدر تشتغل بمنتهى السرعة والأريحية. طبعا الجهاز هو اول حاجه، طبعا احنا اي فكره الجهاز دايما، لا حتى لو مش ايفون، الافكار الاساسيه متشابهه. يعني يعني اكيد بيبقى انت بتفحص كده الجهاز، لو لقيت مجموعه مسامير ظاهره ليك لعينك دي اول حاجه بتفكها. طب انا هنا الجهاز ده مثلا بعد الدراسه كده والفحص لقيت مسمارين هنا في الجزء ده، يبقى اكيد هم دولت اساس الفك، افكهم اول حاجه. طب ما لقيتش، يبقى غالبا الجهاز ده الشاشه بتاعته لو هو نظام البادي بتاعه كده وفي شاشه بس والبادي نفسه مقفول من غير ظهر بيتفتح، يبقى معناه ان نظام الشاشه ملزوقه في البادي، بتتلزق بلزق قوي جدا وبتتلزق. دي طريقه تانية وليها طريقه فك تانية، لازم هتحتاج بقى هيت جن، مسدس حراري، وتظبط على درجه حراره معينه بحيث ما تبوظش الشاشه، وبتفضل مسلطها على الجزء ده كده فترة من الزمن لحد لما الجهاز يسخن والمنطقة اللي انت فيها اللزق تبتدي تسخن، تبتدي تشد بقى كده الشاشة على ناحيتك كده بحاجة اسمها ساكشن كاب، زي مخروط كده هوائي بيدوس على الشاشة وبتشده كده بإيدك. دي طريقة تانية في الأجهزة مثلا زي السامسونج النوت، مقرفة شوية ومتعبة شوية، بس يعني أنا بصراحة بحب أشتغل دايما في الآيفون. جهاز نظيف، خامته كويسة، محترم من جوه، يعني لما تشوف مكوناته من جوه وطريقة تصنيعه احترافية جدا. نبدأ بقى مع بعض. طبعا هنا أول مسمارين هنا، أو أصغر مسمارين هتلاقيهم، أو أصغر طقم أو مجموعة هتلاقيها هنا، بتدور على الشكل المناسب تستخرجه كده وتركب كده تاني. طبعا مفك منظم احترافي طبعا، وميزته إن هو فيه هنا اللوك بتاعه بحيث تدخل المفك ما يطلعش الا بقوه. يعني عايز تفكه بقى بمنتهى السهوله، بترفع المنطقه دي كده وتشد ده اكستنشن لو انت عايز تطول الايه المفك شويه. طبعا في اوبشن عجبني واخترته، يعني سعره كان كويس بالنسبه لي فاشتريته، يبقى في المجموعه بتاعتي. انا من كل فتره واخرى لما بلاقي مجموعه كويسه او طقم مفكات كويس ما بسترخصش فيه وبحاول اشتريه بحيث يبقى عندي في مجموعتي. طبعا بركز وانا بفك المسمار الاول، هضغط بايدي وافك كده من عمومه لحد ما الاقي المسمار طلع كده في ايدي. المسمار التاني نفس الكلام. غالبا المسامير دي يعني المشوار اللي بتمشيه في الجسم قليل وصغير، فمش هيحتاج قوي المجهود وانت بتفكه. طبعا المغناطيس اهو بيلقطه. نصيحة برضو، حاول تجيب علبة بلاستيكية او ايا كان الشكل اللي عندك. طبعا العلبة دي كده اهو، بتحاول تجيب بقى المسمار الاولاني، ويفضل لو في قطعة مغناطيس بحيث ايه تمسك الايه المسامير دي. هندور هنا على قطعة مغناطيس قوية. احنا اي علبة، يعني ممكن علبة زي كده، علبة زي كده، مش هتفرق قوي. هنا في مغناطيس، خليه يلقط المسمار زي ما انتم شايفين كده اهو، المسمار اهو، عشان ما يضيعش مني، يبقى برضو حماية ليا، لان المسامير دي صغيرة ولو اتنطرت كده او كده وانت شغال هتبقى مشكلة. ناخد تاني مسمار نفكه برضو. احيانا بيبقى المسمار شاحط كده في الجهاز، نحاول نطلعه نتيجة مثلا ماسك مش كويس او مسمار نوعيته مش كويسة، برضو وارد.
معرفناش نطلعه مثلا من اول مرة، بقدر اجيب جيفت زي ده كده اهو. هحاول امسك الماسوره واطلعه واركب كده القطعه واقفل كده الايه منطقه الايه. ادي هي المسامير اهي بتاعتي برضو عندي عشان نبقى احنا ايه منظمين شغلنا. الجهاز كده بمنتهى البساطه، بحاول احط ايدي كده هنا في الجزء ده كده من تحت، ان الجزء الخلفي اللي تحت ده هو اساس الايه الفك. طبعا الجهاز لو مفكوك قبل كده هيبقى سهل شويه في استخراج الشاشه كده اهو. لو انت عندك ضفر تقدر تستخدمه، ما عندكش ضفر برضو في الاماكن اللي بتبيع القطع قطع الغيار بتلاقي عندهم قطعه كده خاصه، ده السكشن كاب يا جماعه دوت كده عشان انت تلزقه كده وتقدر تشد بيه. يعني انا ممكن استخدمه دلوقتي حتى، بحطه كده في الجزء الخلفي ده واشد كده بالراحه واحده واحده. طبعا هو بقاله فتره محتاج، ممكن تبله بشويه ميه بس عشان يرجع بس نشط تاني كده اهو. واحده واحده تفك الجهاز. طبعا بتحاول تفك من فوق هنا من مكان الزرار مش من تحت، من تحت هنا منطقه الكبلات اللي موصله الشاشه بالمذر بورد اللي هي اللوحه الام. واحده واحده كده بتفك الجهاز. طبعا هنا في قطعه بتشدها الاول عشان تظبط السكشن كاب كده اهو، وتسلك كده الشاشه واحده واحده. القطعه الثانيه اللي بقول لكم عليها هي القطعه كده بالشكل ده بلاستيكيه، تحاول دايما تستخدم القطع البلاستيك، متستخدمش اي معدن في الفتح، لان لو استخدمت المعدن احيانا ممكن يبوظ الايه القطع الداخليه، ممكن يقطع كابل صغير انت مش واخد بالك منه او شيء. فاحنا كده هنحاول نسلك كده، نمسك ده كده ونشد كده، نحاول ندخلها كده في الفتحه. هي دخلت حتى مسكت اهي البيك، اسمها بيك. واحاول ايه واحده واحده كده اهيئ وافتح اللوك اللي موجود في الايه في الشاشه اهو. كنت ببساطه امشيها كده بالراحه بطرف البيك دي، مش لازم ادخلها كلها جوه اهو من الجنب. منتهى البساطه اهي الشاشه فتحت منتهى البساطه. طبعا لما اجي افتح هي ليه الطريقه للفتح تفتح بالشكل ده. اغلب الاجهزه هتلاقيها كده، يعني اغلب الاجهزه ان شاء الله بتلاقيها كده. طبعا الجهاز ده اتفك طبعا قبل كده، هنلاحظ ان هنا القطعه هنا فيه زي غطا حديدي بمسامير بيقفل على منطقه الكابل بتاع البطاريه. هنلاقي هنا برضو مجموعه المسامير اهي، هنا منطقه السماعه، هنا منطقه الجاكينج بتاع التوصيل الخاص بالشاحن، هنا منطقه الايكس، هنلاقي هنا الكاميرا، ودي منطقه السماعات. طبعا الريبون كيبل زي ما انتم شايفين كده اهو، هنا مجموعه الكابلات الخاصه بالشاشه. هتلاقي كل كابل كده بمنتهى البساطه بالبيك اللي انت كنت ايه لسه معاك من شويه، بتدخلها كده من طرف الايه الكابل من منطقه كده تحت منخفضه، وبجنبها كده تحاول ايه تفتح واحده، هتلاقي بص اتنطرت على طول. الفكره بتاعتها بسيطه قوي يعني، بس هي عايزه ايه فن، وانت ايه يعني حساس ما تبقاش عنيف وانت بتفك. واحده واحده كده هتلاقي بتفك كابل كابل، الاول ثم الاول ثم اللي بعده ثم اللي بعده، هتلاقيهم فوق بعض هما ماشيين كده وماسكين كذا منطقة. اصبر شوية ما تستعجلش، ادي التاني هنا يا جماعة، ادي واحد اتنين تلاتة، تلات كابلات اهوت اتفكوا بمنتهى البساطة. بصوا لشكلهم اهو تمام بمنتهى البساطة. ادي الكابلات اللي احنا بنتكلم عليها تمام. طيب نبقى نكبر كده شويه، هنركن بقى الشاشه دي على جنب. طبعا اللي عنده مشكله في الشاشه ممكن بقى لو في اي جهاز تاني جالنا تغيير شاشه او تصليح شاشه او صيانه شاشه نقدر نتكلم بقى باستفاضه. اغلب الاجهزه الايفون
من اول بقى ال 6 وال 7 وانت طالع نفس الفكره كده. ال 10 اكس وال اكس وال 8 شويه بيختلف، سواء بقى بلس او عادي الفكره تقريبا واحده، وهتلاقي تقريبا نفس المنظومه. الشاشه هنا طبعا، طبعا القطع اللي راكبه فيها المهمه اللي هي السماعه والكاميرا الاماميه الفرونت كاميرا والحساس بتاع الضوء فوق، وعندك هنا الزرار الخاص بالتاتش والبوتون. هنا طبعا في لسه الزرار ضغطه لانه قديم، الجديد مبقاش بقى فيه الضغطه، لكن بقى فيه السنسور بتاع البصمه، مبقاش فيه الكليكنج الضغطه اللي انت بتسمع صوتها دي ما عادتش موجوده. طبعا ده كويس لانه دي يعني الزرار بيبقى ليه عمر افتراضي، وكل فتره يعني مع كتر الاستخدام بتضعف طبعا الضغطه دي. فدي الشاشه بمنتهى البساطه. طبعا اي قطعه من القطع دي لازم اول حاجه عشان تيجي تغيرها، يعني هنشرح شرح سريع كده بسرعه في الشاشه. هتلاقي هنا مجموعه مسامير، هنا 1 2 3 4 5 6، 6 مسامير اهمت دولت. اول حاجه بتفكهم هتلاقي الغطاء المعدني ده طلع اتفتح، وخليك حريص ممكن يبقى ساعات فيه زي لزق كده جلو دبل فيس محطوط بين القطعه دي والقطعه دي عشان يمسك حتى من غير المسامير، عشان لو وقع ولا حاجه يبقى فيه متان. دي برضو بتبقى وسائل حماية في الجهاز، هما بيبقوا حاطينها المصنعين عشان يضمنوا ان الحاجة تبقى ما تتحركش من مكانها حتى لو المسامير ضاعت او حصل فيها مشكلة. طبعا بتشيل الغطا ده بمنتهى البساطة، هتلاقي هنا مسمار 2، هنا في مسمار ضايع اهو 3، وهنا في مسمار 2 3 برضو ضايعين، مفيش مشكلة خالص. طبعا انا هنزل السوق تاني هروح اجيب بقى مجموعة طقم مسامير كاملة، عشان انا عايز اظبط الجهاز ده كويس واخليه كأنه وكالة بالظبط او شغل مصنع بالظبط. فهجيب طقم مسامير كامل هركب، احاول ادور عليه ما لقيتوش هضطر يعني اسيب الوضع اللي ما هو عليه واغير بس البادي على قد ما اقدر. طبعا برضو البادي فيه نفس الكلام، في شويه مسامير ضايعه هنا، وفي هنا غطاء معدني زي الغطاء المعدني ده كبير شويه، كان المفروض بيبقى قافل على مجموعه الكابلات اللي موجوده هنا. طبعا هم ما كانوش حاطينها، او اللي صلح او اللي عمل صيانه هنا في الجهاز قبل كده ما طبعا ما عندوش ضمير انه فك اكيد القطع دي وكسل طبعا يركب، لان الجهاز معقد شويه، مش معقد صعب، بياخد وقت مجهود كتير. يعني انا عشان تفك الجهاز ده ما لا يقل عن ساعتين بالظبط، لو انت عايز تفك كل القطع وتركبها تاني هياخد منك مثلا ساعتين لو انت شغال بحرص يعني. اما الشغل التجاري طبعا لو هشتغل لكل تليفون ساعتين مش هيجيب تمن، ولا هيجيب تمن الصيانة بتاعته، ولا هيجيب تمن التصليح، فبيسترخص وبيحاول طبعا يكسل يركب كل المسامير اللي موجودة في الجهاز. طبعا ده غلط، لأن طبعا التليفون لما يجي يقع ممكن كابل زي ده يفك من المذر، تلاقي تقول الجهاز ده باظ، متبقاش انت مثلا فاهم في الجهاز فتروح تبيعه مثلا، أو الصناعي يعني أو اللي هو البايع مثلا في المحل لما يشوف الموضوع ده هيستغل الموقف ده جهلك مثلا او ان انت مش فاهم الجزء ده ويشتري منك بسعر بخس جدا قليل جدا ويضحك عليك وهو عارف ايه المشكله مثلا ويصلحها هو ويرجع يبيع تاني الجهاز بسعر كويس. فانت طبعا الحاجات دي مهمه، المشاكل كتير قابلتني. يعني مثلا في مشكله من المشاكل الغطاء ده كان مش موجود، والتليفون في مرة يعني زبون كان بيشتكي التليفون وقع منه بس كان سليم ما حصلوش حاجة يعني. ويجي يفتح الجهاز ما يشتغلش، يجي يوصل الكابل بتاع الشحن يلقط لكن ما يشتغلش، فافتكر ان في مشكلة، وكان حل الجهاز بمنتهى البساطة ان الكابل بتاع البطارية كان مفصول نتيجة الخبطة، وان الغطاء ده مش موجود قبل كده، والمفروض كان مودين ناس محترفة يعني بدون ذكر اسامي، اماكن من الاماكن المعروفة جدا في الصيانة عندنا هنا حتى في بلدنا. للأسف ما فيش ضمير عند الناس، بقت دلوقتي بتستسهل وتضحك على الزبون عايزة تاخد فلوس بس اكتر، واللي يعرف ياخد حاجة بياخدها. فطبعا ده مش صح ودي قلة ضمير، وربنا اكيد مش هيجازي الناس دي خير. فانت حاول يعني تبقى فاهم قبل ما تشتغل انت بتعمل ايه. ان شاء الله انا على قد ما اقدر هديك المعلومة كاملة، ولو في اي اسئلة حتى بعد ما انزل الفيديو ان شاء الله على القناة بتاعتي، قناة وركشوب ريسم وركشوب، ان شاء الله قناة جديدة برضو تشرفونا بدعمكم ليها. نكمل بقى الخطوات اللي بعد كده. طبعا احنا عندنا هنا البطارية، البطارية دي اهم حاجة دلوقتي لازم تتشال ونفصل الباور عن
عن المذر بورد، لان طبعا كده كل القطع الداخليه دي واخده كهربا من البطاريه، فلو لمست اي جزء ممكن اعمل شورت ويحصل حريق او قفله في المذر وانا مش واخد بالي، ابوظ قطعه وانا مش محتاج ان انا اعمل اي مشاكل تاني في الجهاز، كفايه اللي هو فيه. فواحده واحده كده بنفك. طبعا اول حاجه منطقه التوصيل للبطاريه، منطقه توصيل البطاريه عباره عن مسمارين صليبه، بنيجي هنا بقى نغير الهيد دي خالص في منتهى البساطه، مفك محترم جدا هو او غيره يعني. انا عندي كذا طقم يعني، ده طقم منهم، اختار طبعا الراس المناسب، ادرس كده، احاول ادرس. الموضوع مش محتاج يعني فن او بس محتاج حرص، تبقى انت حريص وانت شغال. ده طقم مثلا، وفي طقم تاني انا كنت اشتريته لقيته برضو في السوق لسه نازل جديد، عجبني وخامته نظيفة جدا. الفكرة في الطقم الرخيص من الطقم الغالي انك انت الراس دي، الراس اللي انت شايفها دي قطعة الغيار، الهيد دي اهي، الهيد دي اهم حاجة في المفك هي طبعا، والجسم كل ما كان الجسم معدني زي ده مش بلاستيك، لان في عندي موديلات بلاستيك للأسف برضه اهو، حاجات زي كده بس يعني صناعة رخيصة، ما كانش ده لسه قدامي، او استسهلت انا في الاول وبرضه رحت رجعت اشتريت القطع الكويسه. فمن الاول اشتري قطعه كويسه، صدقني مش هتكسر، هتبقى معاك طول العمر، هتقدر تستخدمها في كذا حاجه بعد كده تحب تصلحها بنفسك. ونصيحه، حاول دايما تتعلم ان انت تعمل الحاجه بنفسك، لان الضمير قل عند الناس. كل ما تتعلم انت الشيء بنفسك وتعمله، انت عارف الحاجه اللي في ايدك دي فيها ايه، شكلها ايه، حتى حبيت تبيعها بعد كده تبقى انت صادق مع الناس في وضع الجهاز او الحاله او عموما اي شيء اخر يعني، مش شرط الاجهزه او التليفونات او عموما يعني. وان شاء الله برضو في قناتنا احنا هنحاول نعمل حاجات متنوعه مش شرط تليفونات. هدف القناه طبعا الصيانه في المطلق، اي انواع صيانه، عشان كده سميتها ورك شوب. هتبقى في مجال المينتيننس، في مجال مثلا افكار جديده ممكن نناقشها، ممكن نجرب اشياء. ساعات بتجيلي حاجات محتاجه تفكير بحيث انت تصلحها، ما عندكش انت سابقه العلم ده، بس مع شويه تفكير ممكن توصل للحل والنتيجه. ان شاء الله نحاول نعمل كل الافكار ديت، ونحاول ان شاء الله نشتغل عليها يعني. اهم حاجه بس دعمكم للقناه ان شاء الله، وان شاء الله كل حاجه ان شاء الله نقدر نغطيها باذن الله، ودعواتكم بس. نرجع تاني لل، فاحنا قلنا هنا هنفك بقى المنطقه دي كده اهو، اول مسمار بنطلعه، تاني مسمار بنطلعه. نصيحه حلوه بقى، انت دلوقتي هتفك المسامير دي مش عارف هتركبها فين، ممكن تغلط، تقوم انت جايب الغطا اللي انت لسه شاريه وتبحث كده على الاماكن. الموضوع والله بسيط يا جماعه، مش محتاج فن يعني، هو بس للاسف في ناس بتكسل وما بتبقاش فاهمه الموضوع قوي. يجي مثلا الزبون يطلب منك مبلغ كبير جدا في الصيانه، طب ليه ايه اعمله بنفسي واركب بقى المسمار ده في نفس المكان ايه مبدئيا؟ ليه؟ لان مشكله الجهاز ده دلوقتي انك لازم تفك كل المسامير وتطلع كل القطع، لان في قطع تحت الكابلات دي ماشيه بقى تحت القطعه دي، عشان تطلعها وتركبها ما ينفعش تركب المذر مثلا بورد وتربطها بمسامرها قبل ما تطلع الكابل اللي تحت ده وتحطه في الارضيه دي وتلزقه، واخدين بالكم؟ فدي افضل طريقه انا لقيتها لتنسيق الشغل. في ممكن يعني لو انت متخصص شويه في الصيانه، طبعا انا هتكلم وانا شغال عشان نكسب وقت، لكل تليفون من ده بيتباع له زي منظم كده، بيبقى قطعه بلاستيك بتتحط تحتيه وبيبقى فيها خرام كده، بحيث تمسك المسمار وتحطه في الخرم المكان بتاعه في المنظم البلاستيك ده، فتبقى عارف. هتلاقي حتى في رسمه، نفس رسمه المسامير دي، بحيث تاخد المسمار تحطه في نفس المكان، يعني هم رسمين تمبلت زي ده كده في قطعه من البلاستيك ومغطسين فيها نقط كده، يعني محفور فيها نقط، بحيث تاخد المسمار تسيبه في الايه، في المكان دوت. طبعا دي بقى للناس المحترفه اللي هي شغاله عندها محل بقى مش فارق معاها، بيشتري طبعا الطقم ده من الصين طبعا في شحنه كبيره، ما هيبقى ثمنه زهيد جدا، بس ده للناس النظيفه. ما عادش دلوقتي حد بيعمل الكلام ده، كان زمان موجود الكلام ده، دلوقتي كله زي ما انتم شايفين كده المسامير كده بيحطها وبالشكل بيختار،
ما بيفكرش حتى، بالعكس دي هتوفر طريقة هتوفر عليك جدا للي ما عندوش التامبلت دي. وفي طريقة تانية انك انت ممكن تصور الجهاز، بعد ما تصور الجهاز بتصور تاخد صورة يعني فوتوغرافية ليها وتطبعها، تحاول تخلي الكاميرا تاخد صورة كأنها مسقط كده للتليفون بتفاصيله، وتصورها كده، وبعد كده تجيب تطبع الورقة دي كبير قدامك كده في حتة كده على جنب، وتاخد المسمار وتقوم حاطه مكانه في الصورة. فدي طريقة سهلة جدا هتريحك كده، ويبقى على جنب. بس بقى اهم ما تحاولش تخبطها بقى عشان المسامير ما تتحركش من مكانها على الورقة، فترجع تاني تهد كل اللي انت عملته. بس دي الطريقة سريعة، انا لقيتها يعني بعد تفكير كده طويل شوية في المجال ده، لقيت ان دي اسرع طريقة للوظيفة اللي احنا بنعملها دلوقتي، اللي هي ان احنا ننقل قطع الجهاز من مكان لمكان. فانا عندي دلوقتي اهو كل المسامير دي بمنتهى السهولة كده، افكها اخدها ومركبها هنا مبدئيا بدون اي مشكلة، واحدة واحدة كده. نسيت برضو اقول لكم حاجة مهمة، اطلع المنطقة دي اللي في الجنب، عشان ساعات لما تيجي انت لو نسيت وفكيت المسامير عايز تطلع على المذر بورد، ممكن انت تلاقيها مش راضية تطلع وتستعفى عليها وتحاول تطلعها بسرعة فتكسرها. ليه؟ لان دي داخلة في المذر بورد دلوقتي وعاملة عليها مشكلة، يعني كأنها مسمار بالظبط هي في حد ذاته. انت اول حاجة لازم تطلعها هي الـ القطعة دي، طبعا كده بأي حاجة رفيعة نحاول ايه نطلع الايه الدرج ده بتاع الشريحة، ونحطه برضو ايه في المنطقة بتاعت القطعة الغيار. اي قطعة بقى بناخدها برضو نفس الكلام، ممكن تجيب علبة تانية منظم تاني كده اهو زي العلبة دي كده، وتحاول تحط فيها الايه القطعة دي وتشيلها على جنب عندك، مفيش أي مشكلة. أنت حط الأسلوب المناسب ليك، بس حاول تفكر تفكير منطقي علشان ما تسوحش نفسك بعد كده وتلاقي نفسك تهت. فهنفك برضو مع بعض بقية المسامير أهي. طبعا هي العملية هنا اهو كده في شوية مسامير رفيعة، عشان انا بعيد شوية عن الجهاز عشان اوريك طريقة التركيب اهو بكل بساطة. مش لازم اربط المسمار للاخر، بس اشبطه كده في مكانه يمسك بس في المكان. وهنا واحد يسألني سؤال، طيب انا ما عنديش الخبرة ان انا لسه اول مرة بفتح جهاز وخايف، على اليوتيوب برضو تقدر قبل ما تشتغل القصة دي، هتلاقي طبعا فيديوهات ناس بتشرح كتير طريقة الفك والتركيب. انت اهم حاجة تبص في الفيديو لاي حد مثلا بيعمل assembling and deassembling. طبعا انت اول حاجة deassembling وبعد كده assembling، انت عايز deassembling اللي هو فك الاجزاء من بعضها. لما تيجي تفك الاجزاء من بعضها في الفيديو هتلاقي ماشي معاك خطوه بخطوه، دي الطريقه الصحيحه لفك الجهاز، لازم تتبع كل الخطوات اللي بيقولك عليها. انا بعملها معاك هنا واحده واحده اهو، لان انا اوريدي بعمل صيانه، لكن هو في فيديوهات مخصوصه لطريقه فك الجهاز دي للناس اللي هي لسه مبتدئه ما عندهاش الوعي الكافي او ممرش عليها الاجهزه كتير، فما قدرتش تفهم طبيعه الاجهزه ايه او طريقه تفكير المصنع للجهاز ايه، فبعد كده يقدر يخمن بصنع طريقه التركيب. احيانا انا برضو بتقف قدامي اجهزه جديده اول مره اشتغل فيها، ما بعطلش بفتح الفيديو اتعلم اخد خبرته وبعد كده ابتدي اشتغل بمنتهى السهوله. ولو في نقطه مش واضحه اعيد الفيديو مره واتنين وتلاته لحد لما افهم بالظبط الخطوات اللي بتتعمل ايه. انا هو بحاول افك كل المسامير معاكم. طبعا اللي مستعجل ممكن يجري الوقت ده مفيش مشكله. طبعا الفيديو هيبقى شويه ممكن طويل على ناس ممكن تزهق معانا، فالحاجات دي مش مشكله، ممكن هو ايه يجريها لحد لما يوصل للنقطه المهمه اللي انا هبتدي انوه عنها وانت شغال.
وهو ده هدف الفيديو بصراحة. يعني الفك والتركيب انا مش شايف ان في مشكلة، ممكن يبقى مشكلة عند ناس معينة في الاول، بس بعد ما يتعودوا ويعمل اول جهاز ليه هياخد الثقة.